وسلم تسليما مباركا سلسالا. أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عز وجل وابتغوا مرضاته في حياتكم كلها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن المتأمل في خلق الله تعالى للكون يرى عظمة وقدرة الله عز وجل، فكل شيء في الأرض والسماء مدبر بمشيئة الله جل جلاله. قال ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو المالك، المالك لكل شيء، المهيمن عليه، القابض على ناصيته، المتصرف فيه، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يحول دون إرادته شيء ولا يحد مشيئته شيء. يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو قادر على ما يريده، غالب على أمره، لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود. قدرته وسعت كل شيء، يدبر الأمر ويرسل الرياح وينزل الغيث ويميت ويحيي ويمنع ويعطي. عالم الغيب الكبير المتعال، يعلم مثاقيل الجبال وعدد حبات الرمال ومكاييل البحار وعدد قطرات الأمطار وما تساقط من ورق الأشجار. خلق المخلوقات وأوجد الموجودات وصور الكائنات وخلق الأرض والسماوات وخلق الماء والنباتات، ليس بحاجة إلى الأسباب حتى يفعل، لأنه الفعال لما يريد بأسباب وبلا أسباب وبعكس الأسباب. بالماء جعل كل شيء حي وبه أغرق وأهلك، بالبحر أنجى موسى وقومه، وبالبحر أغرق فرعون وجنده. خلق المخلوقات وأوجد الموجودات وصور الكائنات وخلق الأرض والسماوات. حي سبحانه لا يموت، لا يسبق وجوده عدم ولا يلحق بقاءه فناء، له وحده البقاء والدوام، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. ومن أسمائه الحسنى القدير والمقتدر والقادر. القدرة صفة أزلية لله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في كتابه: والله على كل شيء قدير. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كل أمر يريد فعله، كل أمر يريده سبحانه فعله، لا يتعاصى عليه شيء، لا يتعاصى عليه شيء، ولا يعارضه أحد، وليس له ظهير ولا مساعد على أي أمر يكون، بل إذا أراد أمراً قال له كن فيكون. فسبحانك اللهم، نعلم يا رب أنك القوي ونحن الضعفاء، نعلم يا رب أنك الغني ونحن الفقراء، لا حول لنا ولا قوة
إن أردت أن تغرق الأرض كلها أغرقتها في طرفة عين، إن أردت أن تخسف بها فعلت ذلك، لا راد لأمرك ولا راد لقضائك. انظروا أيها الناس، الناس ينظرون إلى السماء، ينظرون إلى السماء، ليس لهم ملجأ إلا الله. هب أن الله أمر السماء أن تمطر برداً على الناس وثلجاً، من ذا الذي سيوقفه؟ من ذا الذي سيمنعه؟ من ذا الذي سيرد أمر الله سبحانه وتعالى القوي؟ فلا إله إلا الله، وليس لنا إلا الله، وليست إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله قوي عزيز، لا يغلبه غالب، ولا يعارضه معارض، ولا ينازعه منازع، لا يعجزه شيء، ولا يخرج عن قبضته مخالف أو طائع. له السلطان الكامل سبحانه والتصرف التام، لا يعتريه ضعف أو قصور، ولا عجز أو فتور، وهو القوي الذي لا تنقطع قوته. قال سبحانه وتعالى: له القوة الكاملة من وجيع من جميع الوجوه. قال جل جلاله: لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي كامل القوة، وهو سبحانه وتعالى شديد القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: إن ربك هو القوي العزيز. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن قوته وعزته أنه أهلك الأمم الطاغية والجبابرة والأمم العاتية كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. قال عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: إن قوة الله سبحانه وتعالى فوق كل قوة، ومن قوة الله سبحانه وتعالى شدة العقاب لمن عصاه، فيا ويح من خالف أمر ربه، فإنه سيتعرض لشدة العذاب من ذي قوة لا يلحقها ضعف. ولذلك قال ربنا جل جلاله: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، وقال: إن يشأ يذهبكم. هذا خطاب لكل خلقه: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. في طرفة عين، في لمحة بصر، إن يشأ يذهبكم، هو القادر على كل شيء. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. الله قادر، قادر على أن يخسف الأرض في لمحة بصر، على أن يغرق الأرض بمن فيها، ولا أحد يستطيع أن يدفع أمر الله جل جلاله. تعجز كل القوى، كل الإمكانات، كل الدول أمام قدرة الله وأمام أمر الله سبحانه وتعالى.
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله القادر على كل شيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه سبحانه وتعالى، يمهل ولا يهمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لا إله إلا الله، سبحانك ربنا ليس لنا سواك، فارحم يا الله ضعفنا، لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء في هذا الزمان، فقد تجاوزوا الحدود وتجرأوا على كل شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره، ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره. فالعباد مهما بلغت قوتهم وقدرتهم عدداً ومدداً فلن تغنيهم من الله شيئاً، فما من زمان إلا ويظهر فيه من قدرة الله ما يبهر العقول، فمن زلازل مزلزلة، ومن خسوف وكسوف، ومن رياح عاصفة، ومن صواعق مدمرة، ومن براكين مهلكة، ومن فيضانات مغرقة، ومن أوبئة قاتلة، تدل على قدرة الخالق جل جلاله. وما ظلم الله عباده، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال: وما ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. والعباد إذا ظلموا أنفسهم بالذنوب والعصيان أراهم الله عز وجل قدرته، فليس عما قضاه الله محيد. نسأل الله العفو والرحمة، لطفك يا الله بعبادك المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق آدم بلا أب ولا أم سبحانه، وخلق حواء بلا أب، وخلق عيسى خلق عيسى بلا أب سبحانه، حفظ يونس في بطن الحوت ونجاه، وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما، فخرج سليما قال لها: يا نار كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. أغرق الأرض كلها أيام نوح، رفع قرى قوم لوط، قيل حتى سمعت الملائكة عواء الكلاب ومواء القطط، ثم قلبها عليهم وألقاها. أهلك قوم عاد وقوم ثمود، كلهم كذبوا الله وعاندوا رسله، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. أيها الناس،
إنما يجري من حوادث وكوارث، إنما هي آيات من الله لعباده، آيات من الله منذرة، ومن سنة الغفلة موقظة. قال الله جل وعلا: وما نرسل الآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ليخاف الناس ربهم وليرجعوا إلى خالقهم وليعرفوا ضعفهم وفقرهم فيلجؤون إلى القوي وإلى الغني سبحانه وتعالى. هذه الأحداث هي عبرة للحصيف العاقل وتنبيه لسرعة توبة الغافل وتذكير للمتباطئ والمتثاقل ليسابق إلى الطاعة ويبادر، وهي حسرة على المصر المتغافل. قال سبحانه وتعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فمن الناس من إذا رأى الآيات خاف الله ورجع إلى الله وحاسب نفسه، ومن الناس من إذا رأى الآيات ازداد طغيانا وكفرا وعنادا. والإنسان ما هو الإنسان؟ إنه عاجز ضعيف، عاجز أمام قدر الله وقدرته. قال الله جل وعلا عن هذا الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيف. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: ضعيف البنية، ضعيف البنية، ألا ترى أن شوكة تصيبه تقعده في البيت أياما. قال: ضعيف البنية، ضعيف القوة، ضعيف الإرادة، ضعيف العلم، ضعيف الصبر. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في الحدور. فالإنسان مهما بلغت قوته وماله وجاهه وفصاحته وأولاده وأعوانه، ضعيف ضعيف، يصيبه العطب، تعطبه شوكة، يقتله فيروس لا يرى بالعين. فكل واحد منا ضعيف، لو انقطع النفس عنا دقيقة أو دقيقتين لماتت أدمغتنا أولاً ثم تموت أبداننا. لو انقطع عنا الماء والطعام يوماً وليلة هلكنا أو أوشكنا على الهلاك. لو تعطل فينا عرق أو انسدت شعيرة دموية لأصبنا بالسكتات والجلطات وتعطلت حركتنا وحياتنا. فالإنسان مهما كابر وعاند فهو مخلوق ضعيف، لا مفر له ولا ملجأ من الله إلا إليه. فإن كان غير المسلمين لا يعقلون ذلك فليعقله عباد الله المؤمنين، وليراجع أهل الإسلام حساباتهم فلا ينخرطوا فيما ينشر من باطل، ولا يتجاوبوا مع الدعوات التي تتحدى رب الأرض والسماوات. فليحرص كل مسلم على أن ينخرط في الرذائل ولا تغريه الماديات، ليحرص الشباب والشابات، ليحرص الآباء والأمهات، لنحرص جميعاً على أن نتمسك بديننا وبقيمنا أمام هذه المغريات والفتن التي فتحت أبوابها لتجر إليها الكثير من الضعفاء الذين ضعف إيمانهم وتحللوا من قيمهم وتحللوا من أخلاقهم. فالحذر الحذر أيها الناس، الحذر الحذر على إيمانكم وتقواكم أن يذهب وأن يفسد الإيمان وتفسد الأخلاق وتضيع القيم، ويتحلل المسلمون من دينهم ومن أوامر ربهم. فالدواعي لذلك كثيرة، والفتن تحيط بالناس من كل جهة ومن كل مكان.
أيها المسلمون، لقد جعل الله عز وجل ذكره ملاذاً، وطاعته مفرًّا، ودعاءه وسيلة للنجاة. جعل الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ما يتقون به وما يحتمون به من الإيمان والتقوى والفزع إلى الذكر والطاعة والعبادة، ومما يفزع إليه المساجد. المساجد، ألم تروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمعوه عندما كان إذا حصل خسوف أو كسوف أمر الناس بأن يصلوا ويدعوا، يفزع الناس إلى المساجد. هذه المساجد أيها المسلمون حصن حصين، فإذا ما حصل أمر أو شدة أو خطر لجأ المسلم إلى ربه لينجيه من المخاطر والمهالك. ليس لنا إلا الله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا إلى الله بالتوبة، وهذه المساجد هي قلاعنا وحصوننا. ولذلك تروا كيف أن المسلمين اهتموا بمساجدهم في هذه البلاد. بدأ هذا المسجد كما تعرفون صغيراً، ولولا جهود أهل الخير وصدقهم وعزيمتهم لما رأينا هذا المسجد بهذه السعة وبهذا الحجم. وكذلك بنيت المساجد. في الأمس رأيت، أو قبل أمس رأيت أحد الإخوة هنا قال: أتيت مسجد قبل، ذكر أكثر يعني من 30 سنة أو هكذا، وقت طويل، قال: لم يكن إلا مسجد واحد، لم يكن إلا مسجد واحد، ولم يكن فيه إلا كبار السن من العجزة والشيوخ. قال: لكني لما أتيت الآن انبهرت بما رأيت فيها من المساجد، وبما رأيت فيها من السعة في المساجد، وبما رأيت فيها من الاهتمام ببيوت الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة ميزة وسبب لرحمة الله سبحانه وتعالى بنا، سبب لرحمة الله أن يحفظنا الله ويحفظ أبناءنا وأحفادنا برعايتنا لهذه المساجد وقيامنا على شؤونها. من هذا المنطلق، كما قلنا من قبل، توالت إدارات متعددة في هذا المسجد. كل إدارة تعمل شيء، تجدد شيء، توسع شيء، والناس يتفاعلون، وكل هذا من عطاء المؤمنين والمسلمين والموحدين الذين وصفهم الله فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والله تكفيهم هذه الشهادة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. قال: إنما يعمر مساجد الله، يعمرها، قالوا يعمرها بالطاعة ويعمرها بالبنيان. لا يمكن أن تعمر بالطاعة إلا إذا بنيت، لا يمكن أن تعمر بالطاعة إلا إذا بنيت، فلا يتم هذا إلا بهذا. ولا يمكن أن يعمرها بناء إلا من يعمرها طاعة، إلا من يتعبد فيها، إلا أهلها. لا يمكن أن يأتي غير عمار المساجد ليهتم بها. والله سبحانه وتعالى قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. فما كما أثبتها لأهل الإيمان نفاها عن أهل الشرك. قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أبداً، إنما يعمرها أهل الإيمان. ونحن في هذا المسجد قد بدأنا مشروع صيانة هذا المسجد، ومن باب الأمانة والشفافية الإخوة في الإدارة يخبرونكم بما تم إلى اليوم. تعرفون أن المشروع المخطط 395,000، تبرع المقاول جزاه الله خيراً ورحم الله والديه، تبرع ب120,000، بقيت 275,000 دولار. طرح المشروع
للناس ولأهل الخير، فبادر الناس الذي جمع إلى اليوم 70,405 دولار و70 سنت، المتبقي 204,594 دولار و30 سنتا بالرقم. بعض الإخوة لديهم بعض التحفظات على تجديد المسجد وعلى المشروع، ويقول يعني ما في داعي لذلك، لو قال الأولون هكذا ما في داعي لما أصبح المسجد بهذه الصورة. إخواني، المساجد الآن يجب أن يوجد فيها كل شيء، يجب أن نفهم هذا. نحن نعيش بعقلياتنا السابقة، نجي نصلي المهم دهلوز كيف ما هو المهم نصلي. الشباب الآن يريد أن يلعب في المسجد، يريد أن يكون معه في المسجد جيم، معه مكان يجلس فيه يذاكر فيه. المساجد هنا في أوروبا ليست كالمساجد في القرية، يجب أن نوجد في المساجد كل شيء، يجب أن تهيئ المساجد تكون محضن للشباب، يجب أن يكون فيها المدرسة وفيها النادي وفيها المكتبة وفيها المكان الذي يجد فيه الشباب ما يجذبهم. هكذا يجب أن نفكر، أن تصبح مساجدنا محاضن مأوى للشباب، لا يفضلون عليها أي مكان آخر، يسارعون إليها. من هذا المنطلق الناس يسعون في تجديد، وهنالك لدى في جعبة الإدارة الجديدة ومن سبق لديهم في جعبتهم كثير من الطموحات ليحققوها. هم يعرفون ونحن جميعا نعرف أننا سنعيش فترة ثم نمضي، فماذا تركنا لمن وراءنا؟ ماذا تركنا لمن وراءنا؟ هو خير وهو صدقة جارية نخلفها نحن إن شاء الله سبحانه وتعالى. اليوم بسبب الظروف نريد أن يدخل وقت صلاة الظهر لكي نجمع الظهر مع العصر إن شاء الله، فيريدون أن نترك شيء للأجيال السابقة يشهد لكم عند الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، ما في أحد سيدعم المسجد إلا أنتم، لن يكمل هذا المشروع إلا نحن. ولذلك نعيد الأمر إليكم مجددا ونقول أن الباب ما زال مفتوحا ليكتمل القسط الأول ويبدأ الناس في الشروع في القسط الثاني إن شاء الله. لن يأتي رمضان إن شاء الله إلا ونصلي وقد انتهى جزء كبير من العمل في المسجد يعني الأول إن شاء الله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة الفضلاء الذي نعرفه جميعا سيقوم إن شاء الله بعد الصلاة لتجودوا بما تيسر. لمن؟ لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم لأنفسكم، والله إن هذا الذي تبذله هو لنفسك، ما هو لأحد، تجده عند الله، تجده في ذلك اليوم. والله يا إخواني أن الذي دفع الألف سيقول يوم القيامة يا ليتني زدت، والذي ما دفع سيقول آه ليتني تصدقت وليتني سمعت وليتني بادرت وليتني فعلت. فلا تبخلوا يا إخواني، هذا باب خير نفتحه مجددا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وقد ألجأنا لذلك الحاجة لإكمال هذا المشروع وحتى يتم بسرعة، لأن كما تروا وضع المسجد وأنشطة المسجد سيكون في صعوبة في تنفيذها، فلا بد من الاستعجال في إنجاز هذا المشروع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. ننبه يا إخواني أن نشاط النساء اليوم المحاضرة وكذلك نشاط الزهرات سيؤجل نتيجة الظروف الموجودة والقائمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم كل سوء ومكروه. طبعا نتيجة الزحام الإخوة نحن مرتبين وقد استفتينا في هذا الأمر واستشرنا وسألنا مجمع فقهاء الشريعة، إذا كان هنالك ناس يصلون في القاعة، القاعة تعرفون أنها متقدمة على الإمام، إذا كان هنالك ناس يصلون في القاعة نتيجة الزحام فسأضطر أنا والصف الأول نقرب معي حتى لا يسبقنا أحد، وإن بقيت الصفوف الأخرى هنا تبقى الصفوف الأخرى هنا ويتقدم الصف الأول إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا كانت هنالك زحام أو القاعة موجود فيها. فيبدو أن القاعة لم تستخدم إن شاء الله سبحانه وتعالى،
فإذا لم تستخدم سنصلي هنا في مكاننا، سيخبرني الأخ أبو حذيفة بعد أن أنزل لأنه لا يستطيع أن يتكلم الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى الحاضرين يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى الحاضرين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى الحاضرين وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم قنا شر الأشرار ومكائد الفجار، اللهم قنا شر الأشرار ومكائد الفجار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الرياح والعواصف يا رب العالمين، ونعوذ بك من شرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واحفظ بيوتنا واحفظ أهلنا، اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا اليوم لنا يوم خير وبركة يا رب العالمين، وادفع عنا كل سوء ومكروه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمستضعفين من عبادك في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين وكل عبادك في اليمن وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي مصر، وكن اللهم لعبادك في كل أرض وفي كل مكان. اللهم عليك بالظلمة والطباغيت والجبابرة، اللهم انتقم منهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.